السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله اللي غنديروا تيست لواحد لوبجيكتيف اللي غني عن التعريف هو لوبجيكتيف 55.1.8 فيرسيون ديال سوني زايس. كيف ما كتلاحظوا كتكون فيه واحد لا كاليتي ديال ليماج طالعه، حيت هما بحال تقول لوت كام ديال لي زوبجيكتيف ديال سوني. هاد لي زوبجيكتيف ديال زايس هو 55.1.8، كيعطيك واحد لا كاليتي في ايماج مزيانه، كيعطيك واحد لا رابيد فوكيس اللي كتعاونك بزاف، اوبجي صالح دي بورتري دي فيديو، غيعاونك بزاف في الخدمه ديالك. اوبجيكتيف كيخدم مع لي زاباغاي كروب فريم وحتى الفول فريم، واوبجيكتيف براتيك وكيديروا به بزاف ديال الناس دي بورتري اللي كتلاحظ انه واحد لا كاليتي في داك السابجيكت اللي كتصور كتكون طالعه بزاف. كاليتي الفوكس فيه رابيد، خصوصا انك ديرو مع لي بواتي ديال سوني احسن لي بواتي ديال فوكس. فهاد لا فيديو ان شاء الله غنتيستيو لكم 55.1.8 زايس مع بواتي ديال سوني A6400. عندنا تريبيمون فروطون ل 525 ام بي في 525، ما غنستعملو ستابيليزي، غنستعملو تريبي. غتشوفوا لا كاليتي ديالو، ليماج ديالو كيف دايره، بقاو معنا. كيف ما كتلاحظوا خصنا نهبطوا الايزو شويه باش ما يجيناش الضو بزاف. كيف ما كتلاحظوا ديال الكاليتي ديال زايس ال 55.1.8، كتلاحظوا راه في واحد لا كاليتي اللي واعره. الفيديو الاول كنا كنصوروا بالضو شويه طالع، في واحد لا كاليتي اللي واعره، كيعطيك الباك جراوند باش تخدم. دابا حنا خدامين 1.8، شطر سبيد 1/125، ايزو 500. كتلاحظوا ان لاكاليتي ديالو مزيانه بزاف، لا في الشاربنيس لا في لي ديتاي. كما كتلاحظوا الكاليتي ديالو كيف دايره، كاليتي ديالو شارب، كيعطيك لي ديتاي مزيانين، خدام الناس ديال لا فيديو والناس ديال لا فوتو. وخصوصا مع لوبتيك ديال زايس كيعطيك واحد لاكاليتي ديماج اللي كتكون طالعه بزاف، هو رابيد في الفوكيس ديالو، كيسويفي دغيا واخا تكون كتحرك راه كيسويفي مزيان. واحد السويفي اللي خطيره بزاف، اللي ما كتحسش بان لوبجيكتيف راه كيتحول من بوان لبوا، كيعطيك واحد لاكاليتي ديماج مزيانه. هاد لوبجيكتيف الا جينا نشوفو في ليطا ديالو مناش مخدوم، هو لوبجيكتيف ماشي بلاستيك، تقريبا من الالومنيوم، اوبجيكتيف صحيح اللي غيعاونك بزاف في الخدمه ديالك، ولكن سي بروفيسيون بيان سور، حيت الثمن ديالو بجديد تقريبا شي 10000 درهم، في لوكازيون في المغرب هنا كتاخذوا بين 5000 5500، على حساب الفوندور اللي غيبيع لك داك لوبجيكتيف. وحنا ان شاء الله في هذا الفيديو غيحاول سفيان يقرب اكثر عند لوبجي باش تشوفوا لاكاليتي ديالو. حاول تجلس سفيان هنايا، حاول تجلسنا، حاول تشوف فيا كيف ما كتلاحظوا لاكاليتي ديال لوبجيكتيف. شوف فيا، شوف فيا كيف ما كتلاحظوا لاكاليتي ديالو، تلعب بالايزو انت كيما بغيتي. حنا باش هبطنا الايزو، دابا هبط الايزو 400، لوبجيكتيف شارب، تقدر تشوف لي ديتاي، لي ديتاي ديال لي ديتاي في هذا لوبجيكتيف. الكاليتي ديالو واعره رابيد، وكيف ما كتشوفوا انا كنتحرك راه ديما فوكس ديالو خطير، فوكس ما كيخليكش تحس بحال لي زاب لي زوتر موديل بانك كتحول من بوان لبوان، دونك كيكون رابيد الفوكس ديالو بزاف، وعندو واحد السويفي ديال الوجه على حساب البواتي. وثاني دي بواتي خفيفه في الفوكس ديالها بزاف، اللي هي سوني A6400. سفيان حاول ترجع البلاصه ديالك، سوني A6400 و حتى التريبي اللي خدامين به ما خدامش بستابيليزي، خدامين بتريبي، مي تريبي بون كاليتي اللي هو المونفروطو الام بي في 525. كيف ما كتلاحظوا انا نتحرك به بحال اللي كنتحرك بستابيليزي، حيت التريبي سموت بزاف، التريبي سموت بزاف. وغنتحاولوا نمشيو نحاولوا نبدلوا البوان ديالنا اللي كنصوروا فيها دابا، غنحاولوا نتبدلوا البوان اخرى. وللعلم ان لوبجيكتيف دابا راه مستخدمين فيه حتى اكليراج، دونك هاد الضو طبيعي، الضو ديال المحل ان شاء الله. ودابا غنتحولوا البوان اخرى باش تشوفوا لا كاليتي ديالو. هاد لوبجيكتيف تقدروا تعتمدوا عليه في 1.8، تقدروا تعتمدوا عليه في البلايص اللي فيهم الظلمه بزاف، البلايص اللي ما فيهمش كاع الضو، حيت لوبجيكتيف فيه واحد لوفرتير واعره وكيعاونك في بزاف ديال الحوايج. كيشوفوا الفوكيس ديالو لا كاليتي ديما سويفي على الوجه، دونك فوكيس الناس ديال لي كليب يعطيكم شي حاجه اللي خطيره بزاف، تعطيهم لي ديتاي في السابجيكت اللي كيصوروا، راه اوبجيكتيف براتيك. تشوفوا لاغيغ ديالو كيفاش الفلو داير، 55 زايس 1.8 كيعطي واحد الفلو في لاغيغ، الباك جراوند اللي كتكون مجهده عكس لي زوبجيكتيف اللي كيكون فيهم لوفرتير 2.8، كتلاحظ ان الفلو ديالهم خفيف شويه. الكاليتي ديالو بانت ليا مزيان، اوبجيكتيف اللي يسهل ان الناس يشريو حتى يعطيهم واحد لاكاليتي اللي واعره. كتلقى واحد شاري اوبجيكتيف ب 13000 درهم وما كيعطيش لي ديتاي ديال هاد زايس 55.1.8،
دونك هذا اوبجيكتيف مزيان راه ديسپونبل في المغرب ولا بغيتو تا ماغازين ستوديو كاميرا لانس راه عند هذا لوبجيكتيف ديسپونبل في ستوك.